ده أعظم وأحلى ساندويتش كلاسيك برجر. نعمل كلاسيك برجر ساندويتش في البيت، أنظف وأحلى من المحلات، وفي أول حلقة من سلسلة حلقات أجمد برجر. يلا بينا. أول حاجة هبتدي أجهز اللحمة. هجيب 150 جرام لحمة للساندويتش الواحد، هتكون نسبة الدهنة فيها 20%، يعني حوالي 30 جرام دهنة و90 جرام لحمة. أبتدي أتبلها بملح وفلفل من على الوشين، وأبتدي أحرك إيدي عليهم وأدعكم كويس، وأقفل وأحطها في التلاجة لغاية لما أجهز بقية حاجة الساندوتش. أبتدي أجهز شرايح طماطم وشرايح بصل وشرايح خيار مخلل والخس، وفي طاسة سخنة بحمص العيش على الوشين علشان ما يشربش الصوصات ويبل معانا. جهز الساندويتش، بنختار الصوص اللي احنا بنحبه. انا هنا استخدمت تيسي صوص والباربيكيو. ابتدي احط الخس وعليه اكسترا صوص، حط عليه الخيار المخلل البصل الطماطم. تسخن الطاسة جدا ونحط الباتي عليها لمدة 3 دقايق، نقلبها الناحية التانية ونحط عليها الجبنة 3 دقايق برضو، وقبل ما نطلعها بنديها رشة مية ونغطيها، والنتيجة بتكون هايلة. بنقدمه مع الفرايز والصوصات اللي احنا بنحبها. استنوني في الحلقات اللي جاية، هنعمل انواع تانية من البرجرز هنخليكم بروفيشنال فيها. تعالوا نشوف الكلام ده بيقول ايه. بصوا بصوا التسوية. واحدة كمان. بس ما ينفعش اكمل كده عشان هيبقى فيه زروطة وهيبقى الموضوع داخل في جريمة. تقييم النهائي تسلم ايدي. سلام.